بالنسبة للأسرى اليوم، حركة حماس هل تمتلك أسرى بحوزتها؟ أسرى طبعا من المستوطنين الإسرائيليين. كما أعلنت كتائب القسام على لسان المتحدث الرسمي بها أن هناك 250 أسيرا صهيونيا، 200 عند كتائب القسام، و50 منهم عند المكونات الفصائلية الأخرى. وبالتالي نحن أمام رقم كبير لم يسبق له في التاريخ الفلسطيني، وهؤلاء لن يفرج عنهم إلا بعد أن يتم إنجاز صفقة تبادل مشرفة كما جرى في الماضي.